دخلت حرب غزة يومها 96 بعد 300 على وقع قصف إسرائيلي على مختلف أنحاء القطاع، سيما في مناطق الشمال التي لم يستثني القصف شيئا منها، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الإيواء. وأصيب 6 أطفال بعد استهداف الاحتلال الطابقة الثالثة من مستشفى كمال عدوان. هذا ونددت منظمة الصحة العالمية باستمرار الهجمات على مستشفيات الشمال وإلحاق الأذى بالمرضى، واصفة الأمر بالمروع. إلى ذلك ألقت طائرات مسيرة للاحتلال مناشير في أجواء مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع تطلب من السكان إخلاء المنطقة والخروج عبر شارع بيت لاهيا العام باتجاه نقطة لجيش الاحتلال ومن ثم النزوح جنوبا، فيما كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على منازل وخيام تأوي نازحين في مناطق متعددة بالقطاع، بما في ذلك بيت لاهيا ودير البلح والزوايدة وخان يونس. في حين أفادت صحة غزة بارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب إلى 43,391، بالإضافة إلى 102,000 مصاب و347 جريحا. فهد كسف الخيمة وولعت يما نار نار نار، وطلعوا كلهم مسويين. أنا قاعدة في الأوضة جنبهم، سمعت القصف، طلعت فتحت باب الأوضة وطلعت أجري لقيت نار ملهلبة، كلها نار ملهلبة. فيش تحذير، بحذروش يما بقصفه. ولد صغير عمر 4 سنين، بنت عمرها 12 سنة، الأم مدرسة، الأب مخلص محاسبة، محاسبة للبلدية. اشتعلت جبهة الضفة الغربية اليوم بسلسلة اقتحامات واشتباكات وقصف بمسيرة أسفرت في الإجمال عن استشهاد 4 فلسطينيين في مدينة جنين وطوباس. وفي التفاصيل، استشهد فلسطينيان 2 صباح اليوم بقصف طائرة مسيرة قرية مثلث الشهداء جنوبية جنين. وفي طوباس حاصرت قوات الاحتلال منزلا في بلدة طمون وقصفته بقذائف الإنرجا قبل انسحابها من محيط المنزل، لتنتشل بعدها الطواقم الطبية جثمان شهيد من المنزل، فيما استشهد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال في البلدة ذاتها. قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان إن مرض الجرب المعروف بالسايكوبوس يفتك بالأسرى الفلسطينيين في سجن النقب الإسرائيلي، والذين يتعرضون لجرائم طبية ممنهجة وعمليات تعذيب على مدار الساعة. وفي بيان مشترك ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أنه من بين 35 معتقلا تمت زيارتهم من قبل المحامين في الأيام الماضية، هناك 25 مصاب بمرض الجرب. ويقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب الإسرائيلي بنحو 3,000 أسير من أعمار مختلفة. ومنذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 اتخذت سلطات الاحتلال العديد من الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ومنها تقليص مواد التنظيف وأوقات الاستحمام وكميات الطعام وغيرها من الإجراءات. يواصل الاحتلال عدوانه الواسع على لبنان لليوم 42 على التوالي، فيما تجاوزت حصيلة الشهداء والمصابين 3,000 شهيد و 13,492 جريحا وفقا لأحدث حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية. يأتي ذلك بينما يواصل حزب الله التصدي لمحاولات توغل جيش الاحتلال في بلدات الجنوب، فضلا عن استهداف قواعده ومواقع انتشاره وقصف مستوطنات في الشمال المحتل وعمقه. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضا المنظومة الدفاعية صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه خليج حيفا، بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات جنوبية لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على أطراف بلدة الخرايب بقضاء صيدا في محافظة الجنوب، كما شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على بلدتي تول وجويا ومحيط بلدتي كفرة والشهابية في الجنوب. وحول الأوضاع في لبنان، ينضم إلينا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل رؤية من هناك حيدر مخلوف. أهلا بك حيدر، آخر المستجدات في الميدان حيدر.
خير، نبدأ من آخر ما حصل باستهداف العدو الإسرائيلي لشقة في مبنى في بلدة ألجية بالقرب من مجمع المصطفى، هذه البلدة الجنوبية قبل بين صيدا وبيروت. الاستهداف جاء بغارة إسرائيلية ما أدى إلى دمار في المبنى. حتى اللحظة لا يوجد نتائج لهذه العملية، ولكن الدمار كبير في الشقة الموجودة في المبنى المستهدف، وعلى ما يبدو أنها عملية اغتيال. هذا ما حصل في ألجية. أما من ناحية الغارات الإسرائيلية فقد كان هناك استهدافات من قبل العدو الإسرائيلي في قضاء صور على أطراف بلدة البازورية، إضافة إلى أن جمعية الكشافة أو جمعية كشافة الرسالة الإسلامية كانوا قد طوقوا مكانا فيه بالقرب من مفرق العباسية متواجد فيه صاروخ لم ينفجر في غارات سابقة. 3 جرحى سقطوا جراء غارة استهدفت بلدة الشبريحة في صور، إضافة إلى غارات عنيفة إن كان على بلدتي عيتيت ووادي جيلو لجهة البازورية. إضافة إلى ذلك تم انتشال جثتي شهيدين من بلدة معروب قضايا جراء غارة استهدفت البلدة فجر أمس. العدو الإسرائيلي شن غارات ظهر اليوم استهدفت وسط منطقة كفر جوز في النبطية بصاروخي جو أرض، كما واستهدفت مسيرة معادية قرابة الساعة 10:15 صباحا بصاروخ موجه بلدة الكفور في قضاء النبطية. إضافة على تلك الاستهدافات كان هناك غارات من قبل العدو الإسرائيلي على كفرة والشهابية وجوية كما تفضلت قبل قليل زميلتي. فضلا عن ذلك كان هناك استهداف أيضا بالطيران الحربية التابع للعدو الإسرائيلي على مبنى على طريق مدخل مستشفى الشيخ راغب حرب في منطقة تول. أيضا كان هناك استهدافات لحي المسلخ ووادي العصافير في بلدة الخيام، إضافة إلى بلدة دير أمطار في قضاء بنت جبيل. في الزهراني أيضا هناك غارات من قبل العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة الخرائب. أما في موضوع البقاع أيضا كان هناك سلسلة من الغارات وكان هناك عدد من الشهداء، 3 شهداء سقطوا في بلدة طليا بعدوان صباح هذا اليوم، في حين كان هناك شهيدين وجريح في منطقة بالقرب من الطريق العام بين بلدتي سحمر ويحمر، حيث استهدف العدو الإسرائيلي هذا المكان بغارة عنيفة. إضافة إلى ذلك كان هناك استهداف من قبل طائرة مسيرة استهدفت سيارة في بلدة طليا ما أدى إلى سقوط شهيدين. كان هناك غارات أيضا على منطقة مشغرة منذ فجر هذا اليوم. أما عن استهدافات حزب الله للعدو الإسرائيلي فقد كان في آخرها استهداف لمصنع المواد المتفجرة في منطقة الخضيرة جنوب مدينة حيفا، استهدفها مصرية صاروخية أصابت أهدافها بدقة. كان هناك استهداف لتجمعات قوات العدو الإسرائيلي في موقع الرمتة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بصالية صاروخية نوعية. كان هناك استهداف لسكنة معالي جولاني وهي مقر قيادة لواء حرمون بصالية صاروخية نوعية أيضا. فضلا عن ذلك فجر اليوم كان هناك استهداف لتجمعات العدو في بلدة مارون الراس، أدى بعد ذلك استهداف سكنة دفيس بصالية صاروخية. نعم، أيضا حيدر، ماذا عن العام الدراسي الجديد في لبنان والذي كان من المفترض أن ينطلق يوم أمس؟ ما التفاصيل لديك؟ صحيح، انطلق هو بالفعل يوم أمس. وزارة التربية والتعليم العالي عملت جاهدة لإطلاق البرنامج الدراسي بعد تأجيله أكثر من مرة. أكثر من 350 مدرسة كانت في حيز أو الخطة الموضوعة من قبل الوزارة، ولكن بسبب ضيق الأماكن ووجود عدد كبير من المدارس كمراكز إيواء فقد قامت وزارة التربية بتقسيم النهار إلى دوامين، وبالتالي 350 مدرسة أصبحت بما يوازي 700 مدرسة. وعن موضوع النقص في المدارس ومراكز الإيواء قال مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي عماد أشقر، قال بأن وزارة التربية تتواصل مع التعليم الخاص في محاولة منهم لتخفيف الضغط وإعطاء الجميع حقهم بالتعليم وخاصة الأطفال الصغار لمنع ذهاب العام الدراسي من دون أي تعليم أو انتقالهم إلى العام القادم دون الحصول على تعليم هذا العام. فيما يتعلق بموضوع التسجيل خاصة وأن الجميع خرجوا من منازلهم دون أن يتمكنوا من استحصال كافة الأوراق الثبوتية اللازمة، فقد أكد بأن موضوع التسجيل سهل جدا، يكفي أن يذهب الطالب أو الأهالي مع ابنهم إلى المدرسة ويقومون بإعطاء الاسم وبالتالي يتسجل تلقائيا بناء على معلوماته الموجودة في الحاسب الخاص بوزارة التعليم والتربية من العام السابق، وبالتالي ينتقل
إلى العام التالي. هناك محاولات حثيثة لاستحصال مدارس جديدة ونقل المواطنين إلى مراكز لواء أخرى. حتى اللحظة يجري العمل بشكل كبير. كان هناك ما يقارب 50 إلى 60% من الطلاب قد عادوا إلى المنهاج الدراسي ويجري العمل على إعادة الآخرين. نعم، أشكرك جزيل الشكر حيدر مخلوف مراسل رؤية، كنت معنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. والآن بالعودة إلى الضفة الغربية المحتلة وحول مستجدات الاقتحام الإسرائيلي المتواصل لكل من طول كرم وجنين، ينضم إلينا مراسل رؤية من هناك حافظ أبو صبرة، وينضم إلينا تحديدا من قباطية جنوبي جنين. أهلا بك حافظ، إذا آخر المستجدات لديك حافظ. نعم، أنا في قباطية عند الشارع الرئيسي بالقرب من حي عائلة الكميل، حيث يحاصر الاحتلال منزلا منذ قرابة الساعة والنصف ووسط اشتباكات مسلحة وتبادل إطلاق الرصاص في هذه المنطقة. إخلاص، قوات الاحتلال أطلق الرصاص على مركبة فلسطينية تشاهدونها في الصورة، هناك إصابة على الأقل داخل المركبة، جنود الاحتلال يحيطون بالمركبة ويحاصرونها بعدد من الآليات العسكرية، نزلوا من جيباتهم وبدأوا بعمليات تفتيش لهذه المركبة. وفق السكان وما يصلنا، هناك إصابة على الأقل داخل المركبة، ولا ندري ما هو وضع هذه الإصابة. هناك منع لطواقم الإسعاف من الوصول للمركبة والتعامل مع هذه الإصابة. جنود الاحتلال يحيطون بالمركبة، يعملون على تفتيشها، والشاب ما زال داخل المركبة. هذه المسافة الأقرب إلى موقع استهداف هذه المركبة الفلسطينية، ويعني لا ندري ما الذي يحدث. الاحتلال يغلق المنطقة بشكل كامل، أيضا يحاصر منزلا في منطقة قريبة على الجهة اليمنى من الشارع الرئيسي في منطقة حارة عائلة كميل كما أسلفت. وهذا الاقتحام الثاني لبلدة قباطية جنوب محافظة جنين منذ ساعات الصباح. في الاقتحام الأول الاحتلال استهدف منزلا مهجورا في منطقة حي عائلة أبو الرب، وقام بتفجيره بدعوى أنه يستخدم لتصنيع العبوات الناسفة. في ذات الوقت كانت طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت شابين فلسطينيين في قرية الشهداء عند المدخل الرئيسي لبلدة قباطية، واستشهد هذين الشابين، وهم الشاب محمد عصعود وابن شقيق شوقي، وشيع جثمانهما أو جثمانيهما قبل ساعة من الآن في القرية القريبة من هنا. نحن في طور هذه التطورات على الأرض في قباطية، وفي ظل استهداف الاحتلال لمنزل قريب من هنا، نلاحظ أو نرصد عملية إطلاق رصاص قبل قليل على هذه المركبة. قوات الاحتلال تحتجز شابا على الأقل هو مصاب بجروح، لا ندري ما هي هذه الجروح وأين كانت إصابته، ولكن قوات الاحتلال تعمل على تفتيش المركبة وتمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى الشاب المصاب داخل هذه المركبة. في طول كرم قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لمخيمي نور شمس وطول كرم. هذا الاقتحام الذي يأتي في سياق سلسلة من عمليات الاحتلال العسكرية في مناطق شمال الضفة الغربية. الاقتحام هو الثاني في طول كرم بعد الأول الذي طال ضاحية ذنابي القريبة من مخيم طول كرم. في ساعة مبكرة صبيحة هذا اليوم اعتقل الاحتلال شاب فلسطيني وشقيقه، أحد هؤلاء الشقيقين كان مصابا بجروح، ونقل الشابان إلى جهة مجهولة في محيط المحافظة بعد انسحاب قوات الاحتلال. بعد ذلك بساعات أعاد الاحتلال اقتحام المدينة، تركز عدوانه في مخيمي نور شمس وفي طول كرم أيضا. والمقاومون الفلسطينيون رصدنا استهدافاتهم للآليات العسكرية، سيما الجرافات التي تنفذ عمليات تدمير للبنية التحتية، استهدفت بعبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار. أعود إلى المشهد الذي نرصده في هذه الأثناء. خلف الجيبات العسكرية الظاهرة في الصورة هناك أضواء لربما هي مركبة إسعاف، ويمنعها الاحتلال أو يمنع أفراد هذه المركبة من الوصول إلى الشاب المصاب داخل المركبة الفلسطينية التي استهدفها في هذه المنطقة. كل هذا على وقع استمرار حصار المنزل الذي بدأ قبل ساعة ونصف في منطقة قريبة من هنا، والمنزل المحاصر استهدف على الأقل مرتين بقذائف محمولة على الكتف. نعم. جنود الاحتلال يحيطون بالمركبة، يجرون عمليات التفتيش. نعم حافظ، لنعرج قليلا عما يحدث الآن في قطاع غزة وتحديدا في بيت لاهيا وأوامر الإخلاء الجديدة من قبل جيش الاحتلال.
نعم إخلاص، يعني ما يجري في بيت لاهيا هو في إطار سياسة تهجير ما تبقى من فلسطينيين، من عشرات آلاف الفلسطينيين الصامدين في مناطق شمال غزة، وأوامر الإخلاء طالت أكثر من منطقة. طلب الاحتلال سكان الفلسطينيين بإخلاء هذه المناطق صوب مدينة غزة تماما كما فعل في الأيام الماضية منذ بدأ حصار جباليا وبيت لاهيا ومحاولات تهجير السكان الفلسطينيين من تلك المناطق على وقع حملة تطهير عرقي، إبادة جماعية وتجويع وتعطيش للسكان الفلسطينيين في ظل منع مساعدات الغذائية والطبية من الوصول إلى تلك المنطقة وإخراج كل المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل. في سياق عمليات تهجير السكان الفلسطينيين من المناطق التي طولب السكان بإخلائها، كان هناك عدد من حالات الوفاة لمسنين فلسطينيين نكلت بهم قوات الاحتلال عند الحواجز العسكرية المقامة بين بيت لاهيا والمناطق التي طالب الاحتلال الشبان أو سكان الفلسطينيين بالإخلاء صوبها. سجلت حالتي وفاة في صفوف المسنين على الأقل في ظل عمليات التنكيل بالنازحين الفلسطينيين في تلك المناطق. هذا ما لدينا فيما يتعلق بما يجري في شمال غزة بالتحديد في بيت لاهيا، ولكن ما يجري في الضفة الغربية مستمر بصورة مستغربة. بعد فترة طويلة من الهدوء زادت عن 20 يوم، والاحتلال اليوم يرفع من وتيرة تصعيده في مناطق شمال الضفة الغربية في جنين، نابلس كما أسلفت صبيحة هذا اليوم، طول كرم، طوباس أيضا، ونتحدث عن 4 شهداء، عمليات قصف بقذائف وصواريخ لانيرجا واستهدافات بالطائرات المسيرة. نعم، شكرا جزيلا حافظ أبو الصبر على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من قباطيا شمالية جنين. على وقع انقسام عمودي غير مسبوق شرع الأمريكيون في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيسهم 47 بين كل من المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 230 مليون ناخب، ولكن نحو 160 مليون منهم فقط مسجلون. ومع ذلك تسمح نصف الولايات 50 تقريبا في الولايات المتحدة بالتسجيل في يوم الانتخابات، في حين يستطيع المواطنون التصويت دون تسجيل في ولاية داكوتا الشمالية. وقد صوت أكثر من 70 مليون شخص بالفعل من خلال صناديق الاقتراع البريدية أو في مراكز الاقتراع المبكر بهذا الاستحقاق الذي وصف بأنه الأكثر تنافسا وتشويقا في تاريخ الانتخابات الأمريكية، وسط مخاوف من أعمال عنف قد تلي إعلان النتائج. هذا وأظهر استطلاع رأي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كير ميل 42% من الناخبين المسلمين إلى حزب الخضر، مقابل تفضيل 41% منهم مرشحة الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس، فيما يتجه 5% فقط لمقاطعة الصناديق. هذا وتقاربت نتائج استطلاعات الرأي حول هوية الرئيس الأمريكي القادم والذي سيعتلي عرش البيت الأبيض لأربعة أعوام قادمة. المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كاميلا هاريس لا يتمتع أي منهما بتفوق كبير في الولايات الكافية للفوز ب 270 صوتا انتخابيا. We'll be right back.
وفي السياق يسيطر اليأس على الغزيين، فلا تفاؤل لديهم في نتائج انتخابات رئاسة أمريكا، ولا أمل بتغير في سياستها الشرق أوسطية، والذي من شأنه إنهاء عذبات حرب مستعرة منذ أكثر من عام. أن المطبخ الأمريكي كله بسياسة واحدة، هي سياسة دعم إسرائيل وتهويد القضية الفلسطينية أو محو القضية الفلسطينية أو قتل الفلسطينيين. يعني ما يرتكبه بايت نتنياهو اليوم من مجازر هو بموافقة أمريكية بحتة. يعني لليوم أمريكا تدين المجازر، ولكن بنفس الوقت تدعم إسرائيل بالسلاح. فأتوقع يعني أنه يبقى الحال على ما هو عليه، أيا كان الرئيس أو أيا كان الحزب الحاكم. لنا تجربة مريرة مع السياسة الأمريكية منذ الأزل، حيث أنه منذ عام 1948، منذ أن تم هجرتنا من فلسطين إلى غزة، لم يكن هناك أي موقف أمريكي ساند القضية الفلسطينية. فبناء على ذلك نحن لا نأمل من السياسة الأمريكية أن تغير أي شيء في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا القضية الفلسطينية أو لنازحين غزة. إن أيا كان من سيربح في الانتخابات الأمريكية، نتوقع منه دعم الشعب الفلسطيني، لأنه وضعنا يعني اللي إحنا بنمر فيه وضع صعب لا يطاق. والشعب الأمريكي لطالما وقف مع الشعب الفلسطيني. لا، مش هتتغير سياسة أمريكا بموضوع انتخاباتهم هتحلها القضية الفلسطينية أو لا. أنا قلت في الأول وبعيد ثاني 100 مرة إنه كلاهما الدولتين متفقين على اللوبي الإسرائيلي وتفكير اللوبي الإسرائيلي.